أغلقت السلطات الموريتانية المقر الرئيسي لما يعرف بمركز تكوين العلماء والذي يرأسه محمد الحسن ولد الددو الزعيم الروحي لتنظيم الإخوان الإرهابي في موريتانيا. وتقول مصادر إن الشرطة الموريتانية أغلقت المركز تمهيدا لقرار رسمي بإغلاقه بشكل نهائي وسحب رخصته. يأتي هذا القرار بعد أيام من خطبة الجمعة التي ألقاها ولد الددو وانتقد فيها تصريحات الرئيس الموريتاني التي هاجم فيها تنظيمات إرهابية بما فيها تنظيم الإخوان. هذا وقال الكاتب والناشط السياسي محمد عبد الله السيدي في مقابلة مع سكاينوز عربية إن رئيس وموظفي مركز تكوين العلماء الذي أغلقته السلطات الموريتانية في العاصمة نواكشوط يتبعون لتنظيم الإخوان الإرهابي. رئيس المركز ومشايخ المركز والناشطين فيه طقى عليهم الجانب السياسي وانخرطوا بشكل فعلي في حزب سياسي وتبنوا فكره وتبنوا فكر الإخوان. الشيخ الددو أنكر في مقابلة مع إحدى القنوات العربية أنه لا ينتمي للتيار الإخواني، لكنه في الخطبة الموالية لتصريحات رئيس الجمهورية وفي الحملة الانتخابية السابقة لها أفتى بضرورة التصويت أو ما فهم منه ضرورة التصويت لحزب التواصل، وهو حزب ذو مرجعية إخوانية، الكل يعلم ذلك. ثم إن تصريحاته بخصوص خطاب رئيس الجمهورية وبخصوص تصريح رئيس الجمهورية هو انحياز فعلي لتيار معين، لتيار الإخوان المسلمين. وأضاف الكاتب والناشط السياسي محمد عبد الله السيدي أن مركز تكوين العلماء يتخذ شعارا هلميا بهدف تنفيذ عمليات تبييض الأموال وغيرها من الأنشطة التضليلية. نتفق على أن هذا المركز يتخذ شعارا هلاميا، الهدف منه هو تبييض الأموال، الهدف منه هو عدم وضوح رأس المال وعدم وضوح الأموال التي يتلقاها هذا المركز. ثم إن أن 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 المناهج التي تدرس في هذا المعهد أو المركز لا تنسجم ولا تتفق مع مناهج الوسطية والاعتدال التي يعيشها الشعب الموريتاني.